انا تلميذه حفصه السباعي، اليوم ان شاء الله دوزنا امتحان ديال الماده اللغه العربيه. داز كل شيء مزيان، خصك لك تكون حافظ وتكون مراجع. الا كنتي ضابط هذا الشيء هذا الامور غادي تدوز مزيانه. لما كنتيش حافظ وما كنتيش مراجع راه ضروري غادي يدوز ستريس وغادي تنسى كل شيء وما تبقى عاقل على والو. والحراسه في المتناول، كنت وزهرك كل ساعه وشنو يقدر يكون يجي عندك. الامتحان مزيان الا كنتي محافظ ليه. وبالنسبه ليا انا جاني شويه صعيب وشويه سهل، حيت بعض الحوايج اللي ما حفظتهمش قبل جاوني صعب، واللي عارفاهم وفاهمهم جاوني ساهلين جاوبت عليه. هذاك الشيء كيبقى على حسب الفهم، ومن كتحط الورقه ديال باش تدوز فيها كتقرا الاسئله كل شيء كيضيع عليك، خصك تركز وتثبت باش تجاوب مزيان. ورقه واحده ما عمرتها شي كامله صراحه، المهم ودرت شي بركه جاوبت الحمد لله. كنتمنى النجاح ليا ولكاع التلاميذ وكاع اللي دوزوا الامتحان، سواء الاحرار سواء باك عادي. الخلعه موجوده، الخلعه ديما، والله يوفق الجميع موجودين. شويه هكا شويه اللي ما غاديش اللي ما حافظوش راه ضروري تنقلو، وقليل حيت بحالي انا واخا سكوبر كنقلى الاخطاء ما نعتمدش عليها. اش نقول لك، الخلعه موجوده كتبقى حاضي هنا وحاضي هنا، واش تزعم ولا ما تزعمش كيبقى تخوف. ضبطوا بعض الوحدين في حاله غش، ولاني عندهم غير ورقه تزولوا لهم ورقه ومع ذلك كملوا مزيان. الرساله ديالي كنبغي نقول كاع ولاد المغرب وتلاميذ المغرب ديالنا، الله يسهل عليكم، الله يعاونكم ويعاونني حتى انا، الله يجيب لكم التيسير وشكرا لكم. نحن تلاميذ ثانويه مولاي محمد بن عبد الله لتأليل مدينه العرائش، اجتزنا هذا الامتحان اللغه العربيه في كل قوانا التجهيزيه، والحمد لله كان امتحان في مستوى، ماشي ما نقولوش بانه صعيب بزاف وما انه ماشي هو سهل، فهمتي؟ يعني خدمنا شويه الحمد لله، وخا الحراسه كانت شويه مزيره ولكن كيتعاملوا على كل قاعه وعلى حده، فهمتي؟ كاينه الوقايه، كاينه الوسائل الاحترازيه، كاينه المعقمين، كاينه لانكول، كاينه اللجنه، كاينه كلشي كاينه. الامتحان داز ما بحال شي فرد عادي، بحال كاع باقي الامتحانات السابقه، فهمتي اخويا؟ الاسئله مباشره، هذا الامتحان تحط في المتناول. هذا العام ان شاء الله هذا العام تحط الامتحان ساهل على باقي السنوات الماضيه، فهمتي؟ واخا العام اللي فات كانت كورونا وكانت القضيه مزيره، ولكن هذا العام سهلوا شويه حيت ما كانتش الدراسه ما قريناش هذيك المده اللي قرينا اللي قراو قد السنه اللي فاتت، فهمتي؟ كان متعثر شويه، فهمتي؟ ما كانش كامل كيف ما التعليم الحضوري، فهمتي؟ بالنسبه لي انا جاوبت ما نكذبش اولا ما نافقش ولا نكذب على راسي، انا جاوبت الحمد لله شويه، كتبت شي حاجه وشي حاجه ما كتبتهاش. والساعه الاولى كامل القسم كامل القسم ديالي ما عارفش شي القصيده علاش محطوطه، واش سؤال دات، واش كسير البنيه، واش نص نظري، ما عارفينش علاش محطوط، فهمتي؟ خاص لي خرجوه كذا، راه القرايه كانت مخربقه، نهار قرا ونهار ما نقراوش، نهار مريحاش. لا هو دابا يجي واخا ديالي يقول لك الامتحان خرجوه، راه شويه تكون القضيه مرخوفه. انا خايك شويه وصافي خدمنا، ولكن ما عرفناش واش صحيح ولا غلط، وكتبنا شي حاجه وصافي. ديك الساعه يعني كيجيك شي حاجه من ما عرفهاش حتى من كتجي كتخرج، كتبنا شي حاجه وتكون عارفه صحيح ولا غلط، انتظروا نهار النتيجه والسهل. حراسه اش نقول، هو هذاك شويه هكا وشويه هكا، الله عمر الدار والشهر. سهله هو هذاك، كلشي سهل، كلشي شي نجاح. الحراسه مزيانه الحمد لله، الحراسه ملي كتكون مرخوفه شويه حتى التلميذ ما كيكونش عنده شي ارتباكات وكذا. الصراحه مزيانه الحمد لله، كانت القضيه مزيان، الاجواء ديال الامتحان الحمد لله كانت مزيانه، كانت القضيه مرخوفه شويه. بالنسبه لزيرو على التليفونات داكشي الالكترون كامل تقريبا ما كانش، تقريبا داكشي كامل ما كانش. بالنسبه للوراق كانت شي حاجه قليله ومستوره، يعني داكشي باش ما توقعش الفوضى وداكشي، لكن رغم يكونوا الاوراق الانسان ضروري يكون فاهم، يعني اذا كنتي ما فاهم شيء عتنقل غير المنهجيه انت راه تلميذ، يعني اللي يصحح لك استاذ، يعني راه باين داك الشيء اللي عامله. كاينه بعض الناس اللي كيعملوا مثلا ينقل لك منهجيه كتجبر ديك القوسين ديال الفراغ كيخليها هيداك خاويه بالقوسين ديالها بكل شيء. لا الحمد لله حنا جا فينا واحد قرينا السنه البكالوريا عند واحد الاستاذ الحمد لله كنقدم له الشكر من هذا المنبر كما كيقولوا، الاستاذ عبد العالي اعاص،
كيقارب تيجيريا. الحمد لله الله يجزيه بخير. الحمد لله استفدنا منه الكثير. الحمد لله وديك الزيار اللي كان كيزيار علينا وديك الشيء اللي كنا كنشوفوه فينا حنا بالنسبه لنا كتلاميذ صغار وكذا كنشوفوا داك الشيء يعني سيلفي وكيزيار علينا وكذا. لكن دابا كيقول لك عند الامتحان يعز المرء او يهن. يعني اليوم الحمد لله ظهرت ديك النتائج والحمد لله كنقدموا له الشكر ويسمح لنا زعما قدموا له الاعتذار. اليوم اجتزنا امتحان البكالوريا في ظروف جيدة من طرف الأطر وبعض الحراس وكذلك المدير. امتحان الأجواء ديالو كانت مهمة نسبيا بينه وبين المهم على حسب التلميذ وشنو كيفهم. والمهم بعد الدروس لنا حطنا في المؤلفات لصق الكلاب بعد الأساسيات ما وصلناش حتى تمايا فهمتي. هذاك الشيء باش كان صعيب علينا وأصلا حطونا نص نظري ما خدمناش عليه بزاف لان الاستاذه كانت تخدم معنا على القصيده نص نظري ما دخلناش فيه مزيان. واصلا الناس اللي كتبوا هذاك الامتحان ما اصلا كان خصهم يعطيونا شي حاجه شي مؤشرات واضحه باش نفهموا هذاك نص نظري. عطاونا شويه لان كيهضر على الشعر الحر بالضبط فيه تكسير البنيه وتجديد الرؤيه. ما تعرف واش تعطي نص نظري المقدمه واش ديال تكسير البنيه ولا تجديد الرؤيه. هذا الشيء اللي كان. المهم كنتمنوا التوفيق لنا ولجميع التلاميذ كامل. سكوبيرات كانوا ولكن داو لي كلشي ما نكذب الصراحه والله ما خلاو لي شي حاجه صافي. تما اضطريت انني نعتمد على النفس ديالي بالضبط والحمد لله كنتمنوا نديو شي بركه لنا وللجميع وصافي.